مدينه ديال بنعويش، منطقه تيقولوا لها اللي هي سفا. حنا تنعانيو من الضوء، تيوصلوا 8 د العشيه تيقطعوه بنهار، ما تيقطعوش حيت الشركات خدامين، كاين اللي تيخلص فيهم الشركات وكاين اللي ما تيخلصش. يعني راه العارف بلا ما نهضروا، داك اللي ما تيخلصش شنو تيدير؟ ومستافد بزاف. يعني الدراري بالعشيه ما تيحفظوش، حفاظ الاغلبيه ما كايناش، الضو ما بقيناش نشوفو، عندنا المكانه وتنخلصها ومقطوع عليا الضو. علاش؟ يلا علاش؟ كاين اللي ما تيخلصش شغلهم، هذاك عندهم الوسائل ديالهم باش يوصلوا ليه، ولكن باش النسبه اللي يقطعوا علينا الضو راه ماشي فيران. حنايا راه سيدنا قال لهم عطي للناس الضوي، ماشي تعطيه، عطيه حتى لا ما عندوش الكونتور دير ليه الكونتور ديالو ويخلص. ما خلصش دفعوا المحكمه، بزاف د الحوايج كاينين باش تقطع علينا انت الضو. الا هو وليداتو تيحفظوا مرتاحين، وحنا ولادنا ما يحفظوش. دابا تمشي معنا تشوف بعينك يعني الضو، علاش ما يعطينا، علاش يقطع علينا الضو؟ شنو المشكل؟ شفنا البارح بان الشيء اللي من هنا شاف الضو ولا ما فهمتش. انا دابا النسبه، دابا النسبه كاين بلاتي، كاين البلاصه ما شنو تيقولوا ليها فيها شي اعضاء ما مقطوعش عليهم الضو. والنسبه للبراهمه كانوا معانا عزلوهم حتى هما، وهاد القنت ما فهمتش علاش دايرين مع هاد المشكل هذا، ما تيخلصش. المحكمه كاينه، كاين وسائل كثيره اللي غايدير باش غيوصل هو، باش غايجي يقطع عليا الضو ما يمكنش، وانا تنخلص الضو ديالي. علاش؟ اذا لا فروسهم شي حاجه مع شي واحد الله يعاونهم، والمساله القانونيه راه باينه. اعتقد ان كاين هاد المساله، انا هاد المساله ما فهمتهاش. هذا واش انا تيبان ليا حسابات، هاد المساله حسابات بين الاعضاء بيناتهم. انا ما تيهمنيش، انا تنخلص قوانين ديالي، الضو ديالي يطلقوا، انا وليداتي تنبغيهم يحفظوا، تنبغي المساله تكون غاده مريقله، ماشي يجي هو يقطع عليا الضو. علاش؟ لا بغى يقطع عليا الضو خصو يقطع على راسه هو، عادي يجي يقطع عليا انا الضو ديالي. انا تنخلص، كاين ناس تيخلصوا، كاين ناس ما تيخلصوش، ما عندهمش المكان، يعطيهم ماكن ديالهم، يعطيهم كونتورات باش يخلص باش يستافدوا. واللي ما تيخلصش راه القانون جاري على كل شيء، راه باين، تجي الورقه الاولى الثانيه الحمراء، تجي المحكمه موجوده. اللي ما بقاوش يقراو، وحنا حالتنا حاله، وحنا مخلصين الواجبات ديالنا. اللي ما يخلص مخلص شيء حيدوا لي الضو، داك الشيء شغلهم هو، واللي مخلص يعطيوه الضو. علاش؟ احنا حالتنا حاله، شهد لها جلالة الملك، احنا حالتنا حالة. شكرا. ما عنديش الضو، يعني تقريبا انا باش جيت كان عي كاري في هذه المنطقة هذه، هذه تقريبا عام باش كريت هنايا، ولكن هاد الشهرين تقريبا الضو ما كانش، مرة تيجي مرة تيتقطع، وواحد الوضع واحد آخر ما كيعجبنيش هنايا، هو تيقطعوا علينا الناس هنا تقريبا الضو غالبا مع السبعة 8 د الليل. هاد الوضع واخا أنا ما كان كلشي خدمة غير بنهار، ولكن اللي ما كاينش، ولكن ما تيعجبنيش هذا الوضع. علاش تقطع الضو بالليل على الناس؟ كاين الوليدات تيقول تيبغوا يقراو، كاين تنقولوا حنا حتى الصلاه في الجامع ما يمكنش الانسان يصلي على الظلمه. انا هذا الوضع هذا الصراحه انا ما عجبنيش، ماشي والك، وما يمكنش هذه المنطقه هذه تطول بهذا المشكل اللي واقع عندهم هنا. خصهم يشوفوا يفكوا يديروا حل لهذه المنطقه هذه، الشيء هذا ماشي والك. كاين الناس اللي كارين بحال دابا انا الحانوت ديالي وهذا، كاين الناس هما كارين هنايا، يعني بلا ضو ما يمكن، ما يمكنش تكون الخدمه لا ما كانش الضو. راه شي ناس حدايا هنا جيراني، شي اصدقاء تيجي يوقفوا معنا، هادشي كنعرف. الناس اللي هنا من المنطقه هما اللي خصهم يتدخلوا ويعرفوا شنو منين جاي هذا المشكل هذا. هذا الولاد العياشي الهياسفه، ياك الهياسفه المنطقه الهياسفه، خاسر لنا الضو هذه دابا شي 3 شهور ما تيجيناش الضو. تيجيو عندنا لهنايا تنبغيو نهضروا، تيجيو عندنا على المخزن وكذا، هاد الريدار ما تجيش. وهاد البوست هذا بالضبط هذا خصو واحد كبير يبقى يخدم علينا هنا. عندنا الفلاحه ديال البطاطا، عندنا خيز، وعندنا كلشي، الفلاحه كاع خاسره علينا دابا هنا. الصناعيه ما خدامش، الشباب اللي قدنا حنا راه قاعد حابس، تينعس مع 6 ديال العشيه، تيقاطعوا عليه الضو، خصهم يديروا لنا شي حل. الله يرحم لهم الوالدين، حنا ما باغيين حتى شي حاجه، باغيين الضو. ما باغي لا نديرو مظاهرة لا ضرب لا تي شي حاجة، باغيين الضو. الله يرحم بها الوالدين وسطو للسلطات. الله دابا 3 شهور دابا، أين 4 شهور؟ فوقش 4 شهور وخسر، وتا واحد ما مسوق لينا، تا شي واحد ما جا عندنا، زعما السلطات الكبيرة كاع ما جاتش كاع. هذا هو المشكل، السبعة ديال العشية تتقطع، دراري صغار باقي نهار صغار تي راكبة فيهم الفكرة هادو، على الحفاضة وعلى هذاك الشيء، راكبة فيهم الفكرة. حنا ضايعين في هاد البلاصة هادي بالعربية تيعرفت، حنا ضايعين. الله يرحم بهم الوالدين، وصلوا لهم هادشي هذا، راه حنا ضايعين، ديروا لنا شي حل.
مسؤول مسؤول ما جا عندنا تشي مسؤول لا الرياس لا القياد لا تشي حاجه لا رضا براسها خصها تجي تهضر معانا ما جاتش عندنا كاع حتى واحد ما تسوق لينا في هادشي تنوصلوا الله يرحم لكم الوالدين وصلوا لهادشي للسلطات كيجي يجيو يهضروا معانا هاي يهضروا معانا يفسروا لينا شنو كاين هادشي اللي باغين منه والله يرحمهم خويا حنا جينا كنهضروا على القضيه ديال الضو كل خطره مطافي علينا وعندنا وليداتنا تيقراو وعيينا درنا شكايات ما خلينا فين مشينا قالنا العامل اللي بقى لينا هو اللي بقى لنا والمالك وبغينا شي حل يديروه معنا هاد الناس راه كرفصونا كنخلصوا الفواتير ديالنا كل شيء مضبوط عندنا ولكن كل خطره طافينا علينا الضو حوايجنا تخسروا تلالجنا خسروا التلفازات كل شيء ولادنا تيقراو راه حشومه هادشي ديروا معنا خاي شي حل الله يرحم لكم الوالدين لما يديروا معنا شي حل وهادشي اللي غنقول فاش ما تصرع عليكم هادشي هذا معطر على وليداتنا ما تيقراوش باش هو غتشد ليه الشمعه باش يقرا غتشد ليه البيل باش يقرا يلا الوليدات الصغار راه حشومه هادشي هذا 72 يلا وبلازما بلازما دابا مسكين جالس بلا تلفازه بلا بلا ماكينه الصابون هادشي من الضو اللي من الضو كيمشي ويجي من جهه حرقت لي قسما بالله سيدي لا واحد الماكينه قديمه كانت عندنا عطينا لي كيقضي بها ومسكين ما عندوش عنده خمسه الدراري ما كاين لا شي هذا شنو الدعوه اللي كتوجهوا للمسؤولين وكان الدعوه يطرقوا لينا هذا الضو ولا يشوفوا واش غيديروا لينا ما قالك بغا يحولونا ما حولونا ما خلونا مقودين ما كان مخلصينها كنخلصوا كنخلصوا كل شهر واللي ما عندوش الدوره يجيو يديروا لي ما قالك غنديروا ليه والجماعه ما دارت حتى شي حل في الوقت مشينا مشينا ما خلينا فين مشينا كل شيء حنا كنطلبوا تحريرنا الرئيس والشكايات كل شيء عطيناه لهم راه دافعين فريضه في عند القايد عند الجماعه كل شيء دايرين الشكايات ديالنا حنا راه مضرورين حنا مضرورين بزاف كنجيو ما كيبغيو كاع يتقبلونا كاع احنا غنجيو احنا غنجيو احنا غنجيو نصايبو احنا نجيو نصايبو احنا ديما غنبقاو مقاتلين على الضو يديروا معنا شي حل مدانا سيدي جي وعاش الملك عبد الظلام نوليو ناكلوا عبد الظلام نعسوا عبد الظلام ماشي حشومه ما يدير ما عطيوناش في الماكن في الاول ما يعطيو مناش دابا راه حطنا النجيه اللي مليا فيها الضو وهنا ما فيها الضو ولكن هنا ما كاين هنا ما مهدينا راه قال غادي يحيدونا غيحولونا ما عرفناش غيديروا لنا الصغيره كلها خسرات رمينا كتشري ورقه البصله ب 220 ولا اله الا الله محمد رسول الله ياخذ الحق حسبي الله ونعم الوكيل كل مره مع السبعه ديال العشيه حتى 8 الصباح الدراري ما غيقراو الماء الا تقطع الضو كيتقطع الماء كنبقاو الانسان حاجه كي يخرج الانسان على التواليت منين غادي كيف من الشارع الماء كيتقطع الا تقطع الضو يتقطع الماء عام ولينا في الماء والضو الماء والضو دابا الضو البيار كيخدموا بالضو ما يمكنش ليهم يخدموا بلا ضو الا تقطع الضو راه كيتقطع حتى الماء وهاد الناس ما غايشربش الانسان ما غاي ماشي معقول والمسؤولين ما داروا حتى شي حاجه ما كاين حتى شي حاجه والو ما جات عندنا حتى شي واحد اتصلتوا بهم وا جاو لهنايا كيجيو يشوف واحد المره بدينا نهضروا على هذا المشكل ديال الضو جاو هنا بدلوا ذاك البوست تلقوا الضو واحد النهار ونهار الاخر قطعوا عاوتاني يوميا السبعه ديال العشيه ل 8 الصباح شنو هذا القطيع الضو كيأثر عليكم على الماء على القرايه وكيكون على الماء الدراري ما خصهمش ما غيقراوش ما غيراجعوا ما يديروا حتى شي حاجه راه ضروري الدراري يقراوا واش ولاو كيقراوا على الشمع رجعنا للعهد الحجري شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.